على سيد النبي صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين وبروائع ابن القيم تغنوا وذوقوا الأنس واليقين واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم. أقبل رمضان وأوشك، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أول عتقائه يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن، ونادى المنادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. أقبل رمضان، هان الشهر الكريم وأقبل، مضت الأيام وأوشكت، وأول ليلة من رمضان تفتح فيها أبواب الجنة. هل استعد قلبك لأول لحظة من فتح أبواب الجنة؟ هل استعد قلبك للحظة غلق أبواب النار؟ هل أنت مستعد للحظة صفدت الشياطين ومردت الجن؟ هل استعد قلبك لسماع المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر؟ أحبابي، قررت في هذه الحلقة أن أعيش مع حضراتكم في ذكر الجنة والنار كأن رأي عين، وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا بذكرهما، وأن يجعل ذكرهما عونا لنا على حبه وخوفه ورجائه، وأن يجعلنا نغنم كل العمر بذكرهما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فأولا جدد النية، فبالإخلاص المجلس يحلو على سيد النبيين صلوا. على سيد النبيين صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي عما لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى الروعة 38 بعد 200 من روائع ابن القيم، وحلقة الليلة الجنة والنار رأي العين. أسأل الله عز وجل أن يمتعني وإياكم بالقرآن والسنة، وأن يعيننا على ذلك، ويتم علينا بالتدين المنة. أحبابي، اللي يقول أنا مش حاسس برمضان، اللي يقول الناس بدأت تمسك المصاحف وأنا مش عارف، اللي يقول أنا مش قادر أقرب من ربنا سبحانه وتعالى، أنا حاسس أن القرب من ربنا صعب علي قوي، أنا مش لاقي نفسي، أنا مش لاقي قلبي، ماذا نقول له؟ بما نجيبه؟ الجواب: اذكروا الجنة والنار. ذكر الجنة والنار يحيي القلب، يحيي القلب ويجعل الإنسان يتبصر الطريق إلى الله عز وجل. دوما يا أحبابي، علاج ضعف الإيمان في ذكر الجنة والنار. مهما ابتعد أحد أبنائنا عن الصلاة، عن الحجاب، عن التدين، عن الصلاة، عن الصيام، عن الطاعة، واقترب من المعاصي، واقترب من صحبة السوء، ما الحل؟ لا تقولي جربت معه كل شيء، لا تقل
جربت معها كل شيء، بل أذكروا لهم الجنة والنار والآخرة هي الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل قبل ذلك مترفين،
وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها صادقين فأما إن كان من المقربين
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أدخلنا الجنة دار القرار وأعذنا من النار دار البوار يا رحيم يا غفار يا رب العالمين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار والقصور، وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة، فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل، ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه، فلا نسبة للذة فيها، فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدا. فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وأتى به منكرا في سياق الإثبات رضوان، أي أي شيء من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول. احنا مستنين رمضان عشان الجنة، احنا مستنين رمضان عشان باب الجنة يتفتح. بقى افتح، بقى افتح بقى باب الجنة. تعال بقى يا رمضان، تعال بقى، تعال عشان يتفتح أبوابك، تعال عشان أبواب الجنة تتفتح فيك، تعال عشان يتفتح لنا باب الصلاة وكل المسلمين يصلوا، تعال يا رمضان عشان يتفتح باب الصدقة والمسلمين كلهم يتنفسوا في فعل الخير، تعال يا رمضان عشان باب الصيام يتفتح، بدل ما الناس بتصوم اثنين وخميس وناس تفطر، كل الناس تصوم وتعبد ربنا بعبادة ترك الماء وترك الشهوة وترك الأكل. تعال يا رمضان، تعال، تعال يا شهر الخير. إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة، يا ترى لو اتفتحت لنا أبواب الجنة هنشوف في الجنة إيه؟ يا ترى لو ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا باب الجنة هنشوف إيه في الجنة؟ يا رب اجعلنا من أهل الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. الجنة لو دخلتها هتشوف، هتشوف بعينيك، نفسك تشوف مين في الصحابة، نفسك تشوف مين، نفسك تشوف البخاري ومسلم من الأئمة والأعلام والعلماء، نفسك تشوف مين، نفسك تشوف المشايخ الكبار اللي بتحبهم اللي ماتوا، نفسك تشوف والديك، نفسك تشوف مين، نفسك تشوف سيدنا حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيحارب في المعركة وهو ماسك سيفين، راكب الفرس من غير ما يمسك لجامه وماسك السيفين وسايب ايديه، مش ماسك الفرس، ماسك السيفين ويضرب ويقول: أنا أسد الله، أنا أسد الله، أنا أسد الله. ما نفسكش تشوفه وتقول له: ازيك يا أسد، أخيرا شفناك يا أسد. ما نفسكيش تشوفي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وتقولي لها:
احكي لي تاني. أنا قرأت في كتب السيرة، أنا قرأت في كتب الحديث إن الرسول كان بيوشوشك، احكي لي أنا تاني لما وشوشك كان بيقولك إيه؟ ما نفسكيش تشوفي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وعضاها وتقول لها إحنا قرأنا في الكتب إن أنت حضنتي الرسول وقلتي له والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الحق وتطعم الملهوف وتغيث الملهوف وتكسب المعدوم. قللنا قلت له إيه تاني؟ قللنا والرسول عليه الصلاة والسلام كان عرقان وخايف وبيقول زملوني زملوني دسروني دسروني. احكينا احكينا إيه اللي حصل؟ احكينا يا أم المؤمنين خديجة، أول مرة شفتي الرسول عليه الصلاة والسلام وقع في قلبك حبه حسيتي بإيه؟ احكينا احكينا يا أم المؤمنين خديجة، أول يوم اتقفل عليكم باب وبقيتوا زوجين قالك إيه وقلتي له إيه؟ ما نفسكيش تشوفي عائشة رضي الله عنها وارضاها وتقول لها إيه ده الشقاوة اللي عملتيها دي؟ أنت إزاي تكسري القدر قدام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والرسول عليه الصلاة والسلام يقول غارت أمكم غارت أمكم؟ ما نفسكيش تشوفي بعينيك سيدنا محمد، ما نفسكش تشوف بعينيك سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه وهو بيحكي لك عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتقول له احكي لي كمان عن سيدنا أبو بكر لما كان بيشتريك، ايه احساسك وانت قاعد وسيدنا أبو بكر بيفاصل فيك ومصمم يشتريك؟ احكي لنا يا سيدنا بلال، احكي لنا لما طلعت على الكعبة وأذنت. ما نفسكش تقابل سيدنا ربيعة ابن كعب الأسلمي وتقول له يا هناك يا سعدك، بقى كنت لما تنام تنام في الروضة الشريفة وتحط دماغك على عتبة باب النبي عليه الصلاة والسلام عشان لما يفتح الباب يلاقيك قدامه أول حاجة؟ قل لنا يا سيدنا ربيعة لما قلت للرسول عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة أنت ساكن في أنه كومباوند هنا في الجنة؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. تقعد معهم مع الذين أنعم الله عليهم. قيل لبعض السلف شوقنا للجنة ماذا فيها؟ قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ها عايز ايه تاني؟ مع الذين أنعم الله عليهم. قال الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. زمر زمر يعني جماعات فرق. يلا الجماعة بتوع قناة الرحمة يجوا هنا، الجماعة اللي كانوا بيسمعوا الشيخ فلان يجوا هنا، الجماعة اللي كانوا بيدعوا البعض في قيام الليل يجوا هنا، الجماعة اللي كانوا متحابين في الله يجوا هنا. نتجمع نتجمع زمر كده، يا رب نحج يا رب يا رب نحج يا رب يا رب، هو اللي زينا يحج ازاي يا رب؟ يا رب عشمانين فيك تدينا الحج يا رب يا رب. الحج قافل، العمرة قافلة يا رب، افتح لنا انت يا رب. السكة للكعبة مقفولة، افتح لنا يا رب، افتح لنا السبيل للكعبة يا رب. زمرة مجموعات كده، شوف لما بنحج وبنبقى مجموعات نبقى شركات نبقى فرق كده، كل مجموعة رايحة ترمي الجمرات، مجموعة رايحة تعمل كذا، مجموعة رايحة تعمل كذا، مجموعات مجموعات. يا رب رزقنا الجنة يا رب، يا رب رزقنا الحج والجنة يا أرحم الراحمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، رايحين فرق وجماعات. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، يعني من أول لحظة في دخول الجنة وهم لسه رايحين ربنا سبحانه وتعالى بيبشرهم ان هم خالدين في الجنة، هيفضلوا قاعدين في الجنة. يا ربي يا حبيبي
افتكروني يا أحبابي متابعي روائع ابن القيم، افتكروني لما تشموا ريحة بعض في الجنة. سلام عليكم طبتم. أول ما يدخلوا الجنة، أول ما يتفتح لهم باب الجنة، يشوفوا قدامهم الملائكة بيقولوا لهم سلام عليكم طبتم. طبتم يعني بقيتوا كويسين، تخلصتم من كل أدران الدنيا والقبر وعرصات القيامة، طبتم بقيتوا كويسين، طبتم قلوبكم طيبة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، طبتم ريحتكم حلوة من الطيب. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، فادخلوها خالدين، عمركم ما هتخرجوا منها أبدا. وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الجنة يا رب افتح لنا السبيل للجنة، يا رب اجعلنا من أول زمرة يدخلون الجنة، اللهم اجعلنا ممن يتنعمون بالجنة. عرفت انت مستني رمضان ليه؟ عرفت انت مستني مغرب آخر يوم في شعبان ليه؟ عرفت انت منتظر ايه اللي يحصل؟ ان أبواب الجنة تتفتح، تسمع انت بقلبك أبواب الجنة وهي بتتفتح، قلبك يشوف الجنة قدام عينيك. شفت ليلة النصف من شعبان لما عدت والناس عمالة تقول نسامح بعض ولا لأ، نسامح بعض ولا لأ؟ قلت لك لو سامحت الناس لعل الله بنزعك لهذا الغل يجعلك من أهل الجنة الذين قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. شفت النعيم؟ شفت نعيم الجنة فين؟ نعيم الجنة إن مفيش حد هيكرهك، إنك مش هتلاقي حاسد، مش هتلاقي حاقد. ياه انا قلت مش هكلم كذابين، ما لقيتش حد اكلمه. قلت هبعد عن الحاسدين، ما لقيتش حد اقعد معاه. ده انت بتحسد نفسك يا عبد الله، ده انت بتكذب على نفسك يا عبد الله. هي دي الدنيا الجنه وجمالها، ان الغل يتنزع من الصدور، تملي عينك من الحقيقه، تملي عينك من النعم، وما انتش خايف حد يحسدك ولا يحقد عليك، ولا نمام ولا عصفورة في الشغل ولا حاقد، ولا حد يرش لك سحر، ولا حد يشربك سحر، ولا حد يحقد عليك، ولا حد يفتن عليك. يا دي جنة والله، صحيح دي جنة والله، جنة في ان الناس فيها ما بيكرهوش بعض. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. يا حبايبي أنهار الجنة ليست في أخدود، خدوا بالكم بقى، خدوا بالكم. الأنهار في الدنيا مش كلها بطريقة النهر اللي هو حفرة أخدود وماشية جوه المية، لا، المناطق اللي فيها مية بزيادة ومش محتاجة المية دي ربنا خلى الأنهار فيها تجري فوق الأرض مش في حفرة. خلاص هو المية نزلة من الجبل ده في جبل في بوروندي، في رواندا او في بوروندي، الجبل فوق من الجبل ده بتنزل الامطار كتير، تنزل المطرة من مسارات
ومخرات وشلالات تمشي على الأرض لحد ما تصب في بحيرة الكونغو الديمقراطية. موجود الكلام ده، موجود في الدنيا، موجود موجود. النهر ماشي قدام الناس شايفينه على الأرض، على الأرض. ربنا يوفقني وأدور على فيديو وأبعته لكم في الموضوع ده. موجود في الدنيا أنهار ماشية فوق الأرض، بس وهي ماشية فوق الأرض ربنا سبحانه وتعالى عشان الناس ما تخشش في المنطقة دي خلاها فيها صخور، خلاها فيها صخور، المية تمشي تاخد المسار ده من فوق الجبل تروح ترمي المية دي في البحيرة. الناس اللي عايزين يزرعوا ياخدوا منها، الناس اللي عايزين يشربوا ياخدوا منها مية أجمل من المية المعدنية. تعرفش ان مية معدنية نازلة من جبال الألب أغلى مية في العالم، وبتنزل للفقراء كمان في أفريقيا كده من فوق الجبل لحد البحيرة. تمشي المية مش في أخدود، مش في حفرة، النهر مش عميق، النهر ماشي فوق الأرض. فوق الأرض وفي سمك، فوق الأرض وفي سمك، والسمك ما بيعومش في مية غويطة، بيعوم في مية سهلة قريبة، وأغلى سمك في العالم وأطعم سمك في العالم، ومجوهرات ولؤلؤ كمان موجود كده في الدنيا. أو أنهار الجنة من هذا النوع، لا تجري في أخدود، مش ماشية جوه حفرة، تجري من تحتهم. تبقى أنا وأنت واقفين نتكلم يا رب رزقنا الجنة يا رب، نتقابل كده في الجنة تقولي مش هناخد صورة سيلفي بقى مع النهر ده، إنهم جايبين الكاميرا فوق كده علشان النهر ماشي تحتينا. النهر الجنة ماشية تحتيك، القصور كده عايمة عوامات تحتها المية. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يا رب ارزقنا الجنة وأجرنا من النار يا أرحم الراحمين. ها أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ شفتوا النهر ده اللي بيمشي فوق الارض ده؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال حصباؤه اللؤلؤ والزبرجد، يعني الحصى اللي فيه، الاحجار اللي فيه، الاحجار اللي فيه، الصخور اللي جوه النهر ده لؤلؤ وزبرجد، مجوهرات. اما النار نعوذ بالله منها. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب جهنم أنتم لها واردون. يدخلوا النار والعياذ بالله، حصب جهنم بها تشتعل وقودها الناس والحجارة، هم واللي كانوا سايبينهم يعبدوهم بإرادتهم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. خلاص كان ينفعهم الاعتراف في الدنيا، وأبوء بذنبي فاغفر لي، الاعتراف يهدم الاقتراف. لكن اللي جاي يعترف في الآخرة يقول فهل إلى خروج من سبيل؟ مفيش، خلاص اخسأوا فيها ولا تكلمون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم
إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. اللي مش راضية تسلك سكته مع ربنا لازم يمشي في سكة الغلط. انت ما ينفعش تهتدي الا لطريق جهنم، نعوذ بالله من الكفر وطريقه. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النار أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. اللهم أجرنا من النار يا رب. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيها ولا يحيا، لو مات هيرتاح، ولو عاش من غير عذاب هيرتاح، لكن عايش بيتعذب كأنه مش عايش، والعذاب بياخده قبل الموت بلحظة وما يموتوش. اللهم أجرنا من عذاب النار يا أرحم الراحمين. هذه الجنة وهذه النار. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. اللهم أجرنا من عذابها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ونعوذ بك من النار وجحيمها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أول زمرة تدخل الجنة وتنجو من عذابك يا أرحم الراحمين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أهل الجنة أحب إليهم من النظر إلى وجهه. قال عليه الصلاة والسلام، إذا تجلى لهم ورأوا وجهه عيانا نسوا ما هم فيه من النعيم وزهلوا عنه ولم يلتفتوا إليه. قال ابن القيم، ولا ريب أن الأمر هكذا، وهو أجل مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، ولا سيما عند فوز المحبين هناك بمعية المحب، فإن المرء مع من أحب، ولا تخصيص في هذا الحكم، بل هو ثابت شاهدا وغائبا. فأي نعيم وأي لذة وأي قرة عين وأي فوز يداني نعيم تلك المعية ولذتها وقرة العين بها؟ وهل فوق نعيم قرة العين بمعية المحبوب الذي لا شيء أجل منه ولا أكمل ولا أجمل قرة عين البتة؟ وهذا والله هو العلم الذي شمر المحبون إليه. هتشمر إمتى؟ لما تكون مسدد على الجنة، عايز تشوف وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا والله هو العلم، العلم بالجنة والنار الذي شمر إليه المحبون، واللواء الذي أمه العارفون، وهو روح مسمى، وهو روح مسمى الجنة وحياتها، وبه طابت الجنة وعليه قامت. فكيف يقال لا يعبد الله طلبا لجنته ولا خوفا من ناره؟ وكذلك النار أعاذنا الله منها،
فإن لأربابها من عذاب الحجاب عن الله وإهانته وغضبه وسخطه والبعد عنه أعظم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم، بل التهاب هذه النار نار الحرمان من النظر لوجه الله، بل التهاب هذه النار نار الحجاب إن هم ما يشوفوش ربنا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بل التهاب هذه النار في قلوبهم هو الذي أوجب التهابها في أبدانهم. ومنها من النار اللي جواهم عذاب الحرمان من النظر لوجه الله، ومنها سرت إلى أبدانهم. فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين هو الجنة، ومهربهم من النار، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. أحبابي، أنا حضرت ليكم بعون الله ومدد الله 7 برامج 10 برامج كل يوم، ومسابقة يومية على صفحتي على فيسبوك وقناتي على يوتيوب في رمضان إن شاء الله، من العصر للمغرب، ذكر الجنة والنار، تفسير، درس في المطبخ أقول لك تسلم إيديكي، درس مع الأطفال، جايب عرايس ونكلم الأطفال نسليكم في الشهر الكريم، هقول لك دعوة مستجابة، هوريك دعاء شباب شغالين في الدعوة ازاي قدروا يشتغلوا في الدعوة في كل مكان ويوعظوا الناس في كل مكان وفي كل زمان. هصاحبكم ان شاء الله عز وجل من العصر للمغرب كل يوم في رمضان ان شاء الله عز وجل على صفحتي على فيسبوك وعلى قناتي على يوتيوب بإذن الله، كل يوم 3 ساعات، وفي مقرأة كمان هسمعك انت وانت بتقرأ القرآن، اسمع ابنك وهو بيقرأ القرآن، وجايزة كل يوم ان شاء الله عز وجل مالية بإذن الله عز وجل للي هيحضر البث دوت ويحل الفزورة بتاعت كل يوم. يا رب اجعله شهر مبارك علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين هو الجنة، ومهربهم من النار. عايز تحس برمضان؟ اذكر الجنة والنار، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشوفكم كل يوم في رمضان إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. على سيد النبي صلوا، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبروائع ابن القيم تغنوا، وذوقوا الأنس واليقين، واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين.